لتتويج مصاري المشهد التربوي بالإقليم وتتبين النتائج المحصلة والاحتفاء بالمتميزين من التلميذات والتلاميذ من أجل ضبط مؤشرات الإبداع والتفوق لديهم وتحفيزهم على الأداء الجيد والعمل الدؤوب. وهو الأمر الذي يوليه التزامنا بهذه التفاعلين ومؤطرين للعملية التربوية من أجل تقويم أداءاتنا في قيادة السيرورات التربوية بغاية تطوير المؤشرات التربوية وتحسين مردودية. في هذه اللحظات نعيش حفل تتويج جلة من المتميزين والمتميزات على المستوى الإقليمي والحاصلين والحاصلات على أعلى المعدلات في مختلف الشعب. هو حفل دأبة المديرية الإقليمية ويدخل في إطار تنظيمه كل سنة دراسية، يدخل في إطار السنن الحميدة المتداولة بالمنظومة التربوية، يكرس لثقافة الاعتراف، ثقافة التشجيع، ثقافة التبيوس. وهي مناسبة قدمنا فيها تلميذات وتلاميذ من الجباء، قدمنا لهم مجموعة من الجوائز القيمة تشجيعا لهم على الجد والمثابرة وفي نفس الوقت تحفيزا لهم وإذكاء روح تنافس فيما بين تلميذات وتلاميذ من أجل تحصيل الدراسي الجيد في أفق الحصول في حصول على في السنوات المقبلة على نتائج متميزة. ما ميز هذه السنة على مستوى المديرية الإقليمية هو تقدم ملموس الذي حصلت عليه على مستوى جميع المؤشرات التربوية، كما تميزت هذه السنة كذلك بحصول تلميذتين من المديرية الإقليمية على أعلى المعدلات الوطنية في قطب الشعب الأدبية في مسلك الآداب وكذلك في قطب البكالوريا المهنية. هي مناسبة تقدمنا فيها بالشكر الجزيل لجميع الشركاء ديالنا وعلى رأسهم السيد العامل المحترم عامل الإقليم المنوصر على المساعدات التي قدمها لنا طيلة السنة الدراسية وعلى الدعم غير مشروط للمنظومة التربوية بالإقليم. هي مناسبة تقدمنا فيها كذلك بالشكر الجزيل للسيد مدير الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات على الحنكة التي يدبر بها الإقليم وما التقدم الملموس التي عرفته المؤشرات التربوية بالجهة وكذلك أعلى المعدلات والتمثيلية الوطنية والدولية للجهة في 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 حكمة تدبير لهذه الجهة إلا خير دليل على أنه يتميز بحنكة عالية في التدبير، فشكرا له. كانت مناسبة كذلك تقدمنا بالشكر الجزيل لكل المساهمين في هذا التتويج من مؤطرين، من مفتشين، مديرين، أطر إدارية، أطر تربوية، أسر، تلاميذ، جمعيات المجتمع المدني، المنتخبين، برلمانيين، رؤساء الجماعات، جمعيات شركة، جمعيات المجتمع المدني، أطر مصالح العمالة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجميع الموظفين بالمديرية. ولا ننسى كذلك الشكر الجزيل لكم كمنبر إعلامي متميز يغطي جميع الأحداث ويساهم في إشعاع ومناصرة المدرسة المغربية كجريدة متميزة. نتمنى لكم التوفيق ونشكر لكم كل هذه الجهود التي قدمتموها لنا. شكرا لكم.